دي كل الجهات، عشان انا مش عايزه اكون نسيت اي حد، كل هذه الجهات متواجده معانا في هذا المركز. وبالفعل كان الاول بنك واحد، بنك اسكندريه، وكثير من المواطنين قالوا طب ما فيش اي بنك مصري. فعايز اشكر برضو مجلس اداره الهيئه، واشكر البنكين اللي هم يعني انضموا لهذه المنظومه، وطبعا وكل الجهات اللي هي دعمت لان احنا نيسر هذه الاجراءات لمناخ الاستثمار. الميكانة كان زي ما احنا سمعنا من احد المستثمرين انه كان بيجي يقف من الساعه 5 الصبح ويستنى، ويجي بيلاقي دوره ممكن بعد ما يقعد طول اليوم يمشي، ودي كانت حقيقه انا يعني حضرتها بنفسي. ولذلك عملنا ميكانة للدور، انت ممكن دلوقتي من خلال الموبايل اصلا من التليفون ان انت تحجز الدور بتاعك، وفي جهاز هنا بتقدر تدخل بيه الرقم. بقى في ميكانة لكل حاجه، ما كانش في دفع بالكارت الائتماني. دلوقتي كله احنا بنتعامل كله مع المواطن، ان هو بنقدر نسهل كل الاجراءات، مش محتاج ان يكون معاه الفلوس في بيقدر يدفع من خلال فوري، بيقدر يدفع من خلال الكروت الائتمانيه. دلوقتي فعلنا التوقيع الالكتروني، فممكن حتى يبقى في تاسيس من خارج هذا المكان على اونلاين. طبعا النتائج، عشان عارفه سياده الرئيس سال طب المؤشر احنا هنتحسن ازاي، احنا طبعا بنكافح وبنحاول نقصر عدد الخطوات الفتره الزمنيه، لان هم دايما بيعدوا كذا حاجه، بيعدوا عدد الخطوات، بيعدوا الفترة الزمنية، فاحنا بنحاول ان احنا نقلل. فعدد اولا المستخدمين للمركز زاد الحمد لله ب 24% بالمقارنة بالسنة اللي فاتت، لان كتير، لان طبعا دايما المستثمر عنده يعني بديلين، يا اما بيروح يعمل اجراءات بنفسه ويروح لهذه المناطق على حسب مكانه، شهر العقاري في مكانه، السجل التجاري في مكانه، او بيجي يعملها هنا. فده بس يعني برضو بتبين ان مؤشر ان هو المستثمر حاسس ان هنا الاجراءات بقت اسهل. وفعلا في حاجات زي الجمعيات الغير عاديه نزل من عدد الايام، ودي يعني نقله نوعيه، من 100 وتقريبا 100 يوم لثلاث ايام. فبالفعل احنا بالتعاون مع جميع الجهات قدرنا نقلل، وده هيساعد جدا وضع مصر في التقارير الدوليه. واحنا بنتواصل بقى معاهم عشان برضو هم يبقوا عارفين التطورات اللي تمت. وطبعا وجود سياده الرئيس هنا رساله ايجابيه جدا من القياده السياسيه على دعم مناخ الاستثمار، وان احنا ان شاء الله نتحرك سويا تحسين. حريصين جدا ناخد راي المواطن يوميا في جهاز هنا، يا اما من خلال الصفحه، عشان نعرف ايه المشاكل اللي بيقابلها. واحنا دلوقتي كلنا بيبقى عندنا اسامي، عشان لو في حد بيقدر شخص معين احنا بنتابع وبنقيم الاداء، ولانه بالفعل راي المواطن راي المستثمر يهمنا. وعلى فكره احنا بنعمل نفس المنظومه بس اسمها شارك للتمويل اللي بيخص التعاون الدولي. احنا واثقين جدا مش بس نبص على معدلات الصرف وتنفيذ المشروع على الارض، ولكن مهم جدا ان احنا مرات بنتواصل مع المواطن، بيكون في حاجات تعاقدات مع الوزاره، وبيكون حته صغيره اللي هي توصيله مثلا الغاز للمنزل او توصيل صرف صحي البيت بيكون من خلال جمعيه. فاحنا برضو بنتعاون بننسق مع جميع الوزارات لتحسين وتحسين الاداء. مركز الخدمات احنا يعني حاليا موجود في هذه المحافظات، وبالفعل احنا النهارده سياده الرئيس هيشرفنا بافتتاح 2 مركزين مهمين في منطقه مهمه هتخدم على كذا محافظه، اللي هو سواء في الجيزه 6 اكتوبر اللي هي المنطقه الاعلاميه، او بالنسبه للقاهره هنا او جمصة. واحنا الحمد لله في يعني في تقريبا قربنا نخلص في المنيا وفي الاقصر وبورسعيد وفي المنوفيه والغردقه، نتحرك سريعا ان شاء الله في تفعيل دول، لان احنا حريصين ان احنا نقدم افضل خدمه للمستثمرين في جميع القطاعات.